الخير ومرحبا بكم معنا. حلقه جديده من بوب اب نيوز غادي نتقاسموا معكم فيها اخبار فنيه وثقافيه ونقربكم الجيل الفناني اللي عزاز عليكم. دائما مع سامي اللي بغى يتكلمنا على واحد مشروع ثقافي مهم. هو الخبر كان هذه ايام كثيره ولكن المهم اننا ندويو عليه حيث كان هناك حفل اطلاق مشروع 150 قاعه سينمائيه للافلام المغربيه. تم تدشين اول قاعه سينمائيه بفضاء دار الثقافه بسرعه جديده. أمر نعتبره مهما جدا خصوصا امام تعالي الاصوات اللي كطالب بانقاذ القاعات السينمائيه المغربيه. وكنعرفوا من الثقافه والسينما مهمين بزاف. نشوفوا اخبار واحده اخرى في زابينك. سيكي يصدر الجديد اغنيه بعنوان وطوي وشارك معه في المشروع الموسيقي كل من دافيدو فوكاليستيك وابيدوزا. دريك يعود بألبوم جديد السابع خلال مسيرته الفنية الحافلة عنوانه هونستلي نيفر مايندد وإيقاعاته أساسها الدانس والهاوس والإلكترو. انتقادات كثيرة وجهت الألبوم من طرف محبي الفنان اللي عبر بكل وضوح على أنه لا يهتم بما يقال. ستقام الدورة الواحدة والعشرون للمهرجان الوطني لعبيدة الرما في الفترة الممتدة ما بين 1 و 3 يوليوز بمدينة خريبكة، فرصة سنوية لتسليط الضوء على هذا الفن التعبيري الجميل، البحث في ماضيه، مناقشة حاضره والتخطيط لمستقبله. وأخيرا تذكير بالأغاني التي تحتل صدارات التوندونس هذا الأسبوع. في الرتبة الخامسة سنور وكاسيتا، مونس الرابع بلوفيني، حاتم عمور ثالثا بفضل باقي، عبد الغفور في المرتبة الثانية بزواري، وسبعة تون في الصدارة بالشينوي. من بعد زابينغ دائما روبورتاج، ومن بين الروبورتاجات اللي كنقترحوا على ضيوفنا اول مره لان اولى المره كتبقى راسخه في البال ومهمه جدا. انا الذكريات اللي تبقى راسخه في البال من بعد المرات الاولى تكون مهمه. العربي امغران بمسيره فنيه طويله تبارك الله واللي تمكن فيها من تحقيق نجاح مشهود ليه وكذلك الاستمرار في اعطاء اغاني جميله جدا. عاش الكثير من المرات الاولى اللي غيتكلمنا عليها من خلال هذا الروبورتاج. معكم الفنان العربي إمغران على برنامج بوب أوب. أول مرة فكرت أنني نمشي في طريق الفنية فاش تصنت الألبوم ديال الحسن بيزوكات في 1988. هذا الألبوم هو أول ألبوم حفظته عن ظهري قلب بجميع التفاصيل ديالو. من بعد هذه العطلة الصيفية رجعت وفاجأت الأستاذ ديالي بأنني ملي كيسولنا شكون يعني اش غتكون مستقبلا كنقول له أنا غنكون فنان، رغم أنني يعني من التلاميذ النجباء في القسم وهذا في المستوى ديالي الدراسي، ولكن قلت ليه هذه هي لا ديسيزيون ديالي باش نكون فنان ان شاء الله. من القسم الخامس ديالي دائما ملي كنلقى شي كلمه كتعجبني كان عندي دفتر كنكتب فيه شي حاجه دائما، ولكن فاش بديت نكتب في 1995 في 16 سنه ديالي 14 سنه بديت كنكتب شي حاجه. مي اول البوم ديالي في 2001 كتبته ولحنته ومن ثم كملت دائما الكلمات والتلحين ديال إمغران دائما كيكونوا ديالي. اخر عيد العرس ديال الراحل الحسن الثاني في 99 خدمنا في واحد عيد العرس في واحد المدرسه. من بعد صافي جاو الاعراس العائليه والمقربين صافي من تما من بعد التسجيل دائما الخشبات واللقاء مع الجمهور في اي بلاصه. اول فيديو كليب احترافي كان عندي في 2009 ديال الله الديامان، اغنيه من كلمات وتلحين من الراحل سعيد الشوك. ومن تما بديت يعني فيديو كليب احترافي من 2009 حتى 2019 عاوتاني مع المخرج الكبير احمد بيدو، ومن بعد 2021 مع مخرج كريم جبران وحنا غادي ان شاء الله. مازال دائما حيت دائما كنكتشف بعض الناس ما كيعرفونيش وكنكون مسرور انني شي واحد كيقول لي سمح لي ما عرفتكش، نقول له هذه هي لوكازيون باش تعرفني. ودائما هذا الى تعرفت في المنطقه ديالي خصني تعرف المغرب كامل، الى تعرفت المغرب خصني تعرف العالم كامل وهكذا. عجاتي اللي كادت وريه البنان ندري عجاتي اللي كادت
تكلمنا في بداية الحلقة على مشروع تدشين 150 قاعة سينمائية للأفلام المغربية، اللي متوقع هو أن هذه القاعات كلها تفتح الأبواب ديالها مع نهاية السنة الجارية، وكنتمناو أن هذا لو ديدلاين يحترم. هذا الوعد غيكون مهم جدا أنه يتحترم، و150 راه رقم كبير مزيان، خصوصا وأن الأفلام اللي غيتعرضوا غيكونوا أفلام ذات جودة. شكرا على تتبع البرنامج، كنتمنى أنكم تكونوا قضيتوا وقيتة زوينة معنا، يمكنكم تشوفوا حلقات سابقة ديال بوب بوب نيوز أو بوب بوب شو على موقع قناة ثانية deuxième.ma ولا الابليكاسيون ماي دوزيام. شكرا على المتابعة ووفاء، السلام عليكم.